زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 25 من آذار قاعدة الصويرة الجوية، وفور وصول سيادته عقد اجتماع مع مدير الشركة ودائرة المهندس المقيم، والذي قدم إجازة مفصلا عن مراحل إنجاز وتأهيل القاعدة ونسب التكامل فيها. بعدها استعرض مدير الشركة الأعمال الجارية ومراحل الإنجاز، فضلا عن المعوقات التي تواجه سير العمل. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 25 من آذار آمرية موقع واسط والوحدات ضمن الآمرية، حيث قدم آمر الموقع إجازة مفصلا عن المهام والوظائف والأبنية والمنشآت ضمن الموقع والمعاضل التي تواجه سير العمل. بعدها أجرى سيادته والوفد المرافق جولة في مفاصل الموقع، موجها المديريات المعنية بإكمال وإنجاز الأبنية وتأهيلها للاستفادة منها. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الاثنين 27 من آذار قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، حيث حضر سيادته اجتماعا نوقش خلاله متطلبات القوة الجوية في مجال التدريب وإشراك كوادرها بالدورات لتطوير القدرات. وتمثلت المحطة الأخرى زيارة قيادة طيران الجيش، وفور وصول سيادته استمع إلى إجاز مفصل عن المهام والوظائف وصلاحية الطائرات ومجمل العمليات والطلعات التي تنفذها الطائرات في قواطع العمليات. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء 28 من آذار دائرة العمليات والمديريات المرتبطة بها، وكانت المحطة الأولى زيارة مركز الحركات المشتركة، حيث قدم مدير الحركات إجازة عن المهام والخطط المستقبلية لمديرية الحركات، إضافة إلى عمل المركز والمهام المنوطة به. بعدها قدم مديرو المديريات إجازاتهم بشأن المهام والوظائف، فضلا عن الخطط المستقبلية وآلية عمل كل مديرية والمعوقات التي تواجه سير العمل. ترأس السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 29 من آذار مؤتمر مجلس رئاسة أركان الجيش الرقم 5 لسنة 2023، وتناول المؤتمر المواضيع الرئيسة ضمن جدول الأعمال، إذ جرت مناقشتها ودراستها بصورة مستفيضة والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس. برعاية وحضور السيد رئيس أركان الجيش، احتفلت يوم الخميس 30 من آذار كلية القيادة بتخرج دورتي آمري الوحدات والتشكيلات الانتقائيتين الرقم 30 دورة العلم والإبداع، حيث ألقى عميد كلية القيادة كلمته بهذه المناسبة مرحبا بالسيد رئيس الأركان والضيوف، ومهنئا الخريجين قادة المستقبل الذين تلقوا مختلف العلوم والتمارين النظرية والعملية على مدى 6 أشهر ليكونوا جاهزين لاستلام مناصب الأمرة.